اخوان السلام عليكم. تنحيي الناس ديال الصويره كتبوا لي قالوا لي مدينه تاريخيه وتاريخيه ولكن خرجوا عليها. الصويره مدينه تاريخيه اللي اسفي كلها الناس يكتبوا لي وكذا. اخويا ما عندي ما ندير لكم انا فهمتي. قال لك سيدي للأسف كلها أزبال. الصويرة مدينة تاريخية للأسف كلها أزبال. إوا أش بنقول لك أنت شوفوا مع أزولاي أش بنقول لكم. أش نتكلموا نتكلموا على هذاك الوزير ماشي ناطق رسمي ناطق رسمي هذاك ناطق رسمي قال لهم هادشي ديال الشغب السبب ديالو العائلات. قال لك العائلات واش ما يقولش التعليم وانت هنا لا لان حنا عندنا قلنا لكم دابا التعليم صبح بالعربي بالدارجه بها كلام الزنقه تزومل. دابا ولا فيه النكاح بالنوع النقاط بالنكاح الشهادات في الجامعات الكبرى الدكتورات والماستر بالفلوس يتشراو. دابا بقى لهم الابتدائي دابا ولي تيغتصبوا الدريات الصغار القصيرات تقول لهم يهدوهم تقول لهم خصكم تمشيو تجيبوا خون الذهب ديال الامهات ديالكم وجيبوه لينا. ومن تيمشيو عند المدير ديال المدرسه هذه هادشي هذه في الولفه كذا في الدار البيضاء الدار البيضاء تيقول لهم المدير هذه غير بل 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 بلا اش من بل بلا ما بل بلا لا اش من بلا. وبعدا هو المدير ما كاينش تما كاين غير العساس. العساس هو اللي مكلف بالمدرسه فهمتي كيفاش القضيه. بحال قلتي انايا انا 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 ماشي في البار والمراكي هو الا غتسمع سميتو تيقول لي شعل الضوء انا غنشعل الضوء الثاني باش ما يتقلقش. بحال قلتي دابا انا في البار ولا ما كنتش في البار نخلي المراكي وكاين المراكي ماشي بحالي انايا فهمتي. ايوا فهمتي دي المدير تيقول لهم البلبله ولكن باش يدفع القضيه للبوليس يدفع البوليس ولا يعيط على شي هيئه شي يجي تقلب والو. الدري الصغار تيغتصبوهم في الطواليت غدا بعدا وخدمين وكاين بنت تقرا معاهم في الابتدائي عندها 15 عام امراه عندها 15 عام كيفاش تدخل وتقرا 15 عام. وما عليناش هادشي ما كاينش اللي غيتكلم عليه. الصحافه المغربيه ما تكلمش على هادشي. شكون يتكلم على هادشي غير اليوتيوب فهمتي بلي تفدوا قلت لك التعليم عندنا ولا فاسد فاسد فاسد. هذاك ابعدك الوزير اللي ديال التعليم العالي هذاك اللي تي نكحو بالنقاط هذاك كان شبه لحباش في ديك الجامعه ديال مراكش ديال قاضي قوال قاضي شي حاجه شي جامعه تما اكاديمي من فرنسا عطاو دابا ولا هو الوزير ديال التعليم العالي. والاخر هذاك شاكي بن موشا هذاك الفلاشة هذاك صهيوني يهودي من دوك المسلمين اليهود اللي سلموا اللي سمحوا في الديانه ديالهم وخافوا من العنف وسلموا بزز منهم. ولكن اليهود الاحرار حتى واحد ما سلم بقاو في الديانه ديالهم وبقاو في المغرب تمشوا لاسرائيل وتيجوا ثاني. دي كيفاش قضيه دي كيفاش قضيه ما فهمتيهاش. فلهذا ما نطولش عليك. قال لي واحد علاش لابس الخضر والبكر بحال ايوا انا من الدار البيضاء ومن درب السلطان هو خصني ما خصنيش نقول درب السلطان تحيه ولا درب السلطان خصني نديرو لهم خاطرهم فهمتي. فهمتي دابا خلينا نقول انا الوداد بحال ما نقولهاش انا اش نقولها الوداد ما نحتاجش نقول انا الوداد بحال خسرت فهمتي كيفاش قضيه. انا ماشي بحال المغرب نحتاج خنوش انو ما باغي باش تشجع المغرب زعما كاين اللي شجعهم غادي يربحوا ها انتوما
انتم الدري هذا الدري هذاك الهولندي الدري الهولندي المغربي هما ماركه البيت الاول البارح شتي الناس شي جابوا واحد بالي فرونسي واحد الشلح هذاك حجي هذاك وغيدير المالك شي ديال البالي فرونسي ديك السياسه ديال الفرنساويين ويديرها معاه الاخر هولندي قال لي فك يو توك اباوت مي قال لي سير بوفتا زعما وي يدير معاك شي ديال التحرش الجنسي حجي على ما زياش مالي عين بينا وقالوا دابا سمعت قال لك راه ما خرجوش داروا ديك اللعبه ديال البرلمان غادي تقولها تطلعك القبه دابا قال لك حجي حيدوه من عندك اخوليش لك واحد شي حاجه حيدوه من حداه وما فين دوه في لا فيدراسيون زعما كاين راه بحال داكشي المغرب غتكون فاسد ويطلعوك القبة كيما داروا ماء العينين كيما داروا لك داك اللي ملصق شعره هذاك اللي الكراطة كيما داروا هذا اللي خو المار شحال من مليون ديال الضرائب ما خلصهاش هذا العالمي حافظ العالمي ولاد القحط يطلعوا من القبة هذا حجي تا هو بحالهم تا هو حيدوه من عند اخوليش وزادوا في الثمن وطلعوا ما فين داروا في لافيدراسيون حنا ما خصناش لافيدراسيون والجامعة واللي بغيتي والبرلمان وزارة الرياضة والوزير الرياضة والوزارة كل شيء حيدير من كل ما خصناش خمس سنين ما نبقاو بلا كرة بلا والو الكرة نلعبوها في التيران كيما نديرو كيف نديرو بكري ونعمل لك سانديليك سانديليك فهمتي ديال صافي ما خصنا لا كرة لا والو فهمتي والو ديال ما خصنا والو غادي نديرو من عندنا حنايا فهمتي ولا نقولو الجالية هما يتكلفو بليكيب ناسيونال الجالية نقولو لولادهم ينوضو يلعبو وهما يتكلفو بهادشي ديال لا وحنا في المغرب ما نخسر والو ملي بالك هذاك اسمو قال لك هذاك اسمو داك بوصوفا قال لك تيبغي يخدم ولكن ما مخلينوش ايوا ما مخلينوش خرج هول لباريس ولا هول لبروكسل وعمل واحد الندوه صحفيه على الجاليه قول لهم شوفوا راني هنايا راه انا عيني اسمو داك اللي تحكم علينا السلطان عيني كرئيس ديال مجلس الهجره ولكن الحكومه الفاسده ما بغاش يتعاملوا معنا ويعمل ندوات في باريس بروكسل لندن اسمي الدول الايطاليان روما يهود مدريد ويعمل ندوه صحفيه ويعملها اورغانيزي مع الجاليه يقول نتلاقاو ويخطب عليهم يقول لهم شوفوا انا ياك رئيس ديال المجلس ديال الهجره اللي خصني ندافع على حقكم راه حابسيني تعال تعملوا لي البلوك دايرين عليه علميك بحاكا يقول الجاليه يخرج بحاكا فمو يقول الجاليه هانتي وسيت برا للسلطان يقول لي هادو ما خلاونيش نخدم هاللي كاين هذا ومشي يعمل واحد التور في اوروبا على الجاليات وطلع حتى لامريكا عندك هذوك صحاب الزعلوله مشي عندهم حتى تما ودير لهم قول لهم هاللي كاين وهاللي كاين وطلع عندك العضراوي تا هو عنده ديك في لافال ركبوا في الكاميو ومشي وتا هو يقول لي هاللي كاين وهاللي كاين ما كيما قال هادشي اللي قال لك اسمه لك ابو عاقل لانك ابو عاقل تيبرقك تجيب الاخبار ما يدبر عليها حيت هو في نيويورك مراسلنا في نيويورك ايوا ايوا ماشي يخدم الاخر باش يخدم ماشي يستخل يقول لهم ها انتم يخرج هو يخرج ماشي باك ليا في البيرو تاخذ الفلوس وساكن انت رئيس مجلس الهجره الى هاد الزوامل ديال الحكومه ولا هاد البرلمانيين ما بغاوش يديروا معك حل خرج عند الجاليه شد الطياره وعمل واحد التور لوحه في التواصل الاجتماعي قول لهم بان بوصوفا غادي يكون في مدريد نهار الفلاني في بروكسل باريس هذا لندن نقزو كاع ما نجي لندن حنا نجيو عندك لباريس فهمتي علاش حنا موقع اللي جا المغرب ما يعرفش يتكلم الانجليزيه فهمتي ودير دير ندوه وخطب على الجاليه ها اللي كاين وها اللي كاين وفسر لينا الحاكه قول لنا باش حنا ديك الساعه نجعلو وتشوف واش غادي يوقع بحاكا ماشي تبقى مريح تخلص وبديك الاداره مخدم معاك بني عمك تما وباكي على طبيب الاموال هذاك الشيء ما تنفعش بوصوفا مشي جمع قلاوي فهمتي هذا هو الحل اذا كانت كيما قلتي انت تي بلوكيك هادشي اللي دير غتصيفط البر الملك وخرج تسال على اوروبا على الجاليه وديك الساعه تشوف اش نديرو حنا فهمتي كيما داروا المغاربه اليوم باريس باريس قال لك اسمو قال لك هذيك الدوله اسمها الدوله اللي حدانا شنو اسمها الجزائر عيطوا على السفير ديالهم من بروكسل ماشي بروكسل ديك باريس في كاين داك اسمو الله الوطن الحموشي ملك ديال بالي التصويره ديال اليوم تما هذاك
قال عيدوا عيدوا على السفير ديال فرنسا ديال الجزائر من فرنسا، علاش؟ علاش المغاربه خارجين اليوم محتفلين على داك القرار اللي دارته اسبانيا؟ لان اسبانيا اسبانيا شوق على اسبانيا، كان فيها ديك الحكومه كان فيها حاشيه الزوامل والحكاكات، هذيك وزير الخارجيه حكاكه، فهمتي فهمتي رشوه، دوروا معها دار لما قال لهم جيبوا سيفروا لي داك هذاك هذاك الميسيونير يجي يداو عندنا هذيك ما فوا خرجوها ثاني. هذا الوزير تا هو تا هو تا هو ما نعمل فيه، لا ما احنا ماشي هوموفوبيك، ولكن عندهم التعاطف مع الزوامل. ملي هاي تا هو هذا هو هناك تي 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 عيط على داك اسمه داك مول ديال داك هذاك ديال 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 البوليساريو هذاك عيط عليه، تيقول لك جابوا استقبلوا كرئيس دوله. ها هو دابا الجزائر دابا الجزائر دابا الجزائر دابا ما عرفناش ما هو الدور اللي قاعدوا على السفير ديالهم من باريس، عيطوا على السفير ديالهم من مدريد، وعيطوا على السفير ديالهم من واشنطن. علاش؟ لان الامريكان تي 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 ايد اسرائيل على فلسطين. دابا الجزائر بغات تحيد السفر ديالها من جميع الدول. حنا معنا حنا مهنيين، معنا ما دير، حنا سادين علينا كل شيء مليح، تمنك الغاز سدوا علينا مليح. دابا اليوم قال يعني عيطوا على السفير ديالهم هنا من مدريد، عيطوا عليه من باريس، عيطوا عليه من واشنطن. دابا باقي لكم الانجليز ما تعيطوش يجي من كي كانوا غابقين على عوازه، ملي كان عوازه باقي افريقيا فيها دايره فيها لا جبل، غابقين عليهم الثوره وهذا وهذا، وكان عندهم ديك الفلوس انا عندي هذا هو ديك بوم ديال القحه اللي كذب على عباد الله. عوازه فاقوا، مابقاش في لا جبل، ولاو يخرجوا يتساراو في الطيارات يمشوا للدول يشوفوا. ملي تجي الجزائر تقول لهم حق النضال على 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 البوليساريو تيقولوا سيري بارك عيقتي عيقتي انت صافي، ما بقاش عندنا والو. فهمتي اللي عنده هو الغاز، الغاز اللي عنده صافي كيتخصوا على على الدوله، كون خصاتو على الشعب الجزائري، تحيه لاخواننا الجزائريين، كون خصها دوك الفلوس يخسر على على 50 عام على ديك الدوله، ماشي دوله جماعه ديال المرتزقه 45000 واحد، كون يخليوها المغرب على دي بومبا ويقول لهم حق اكسيدون كيما دارت الامريكان في هيروشيما وفي بيل هاربر. بحال بحال صافي انا نقول حاجه اكسيدنت، وديك الساعه نعملوا البحث وهذا صافي، وحنا حنا عندي مابقاش عندنا فك الصحراء ولا والو حنا كاع، ونحيدوا السميه الصحراء ونحيدوا من المنجد، ما تبقاش يبقى يصدعوا على كرة. فهمتي نقولوا ها السكان اللي كانوا هنا كنتكلموا عليهم بحال التاريخ، بحال افون جيسوس كريس، بحال شي نتكلموا عليهم. فهمتي كيفاش القضيه؟ ما فهمتيش ايه ولا انت ما فهمتيش ولا ما فهمتش، شكون غادي يفهم؟ ما هذا واحد غادي يفهم. فلهذا هذا هو المهمه ديالنا حنا، انت ما تفهمش ولا ما نفهمش ولا القحطه ما يفهموش، هما تيصحابونا حنا كوالم وحنا راه ماشي كوالم، خليهم دينهم هادو هاد الوزاره هاد الشفاره. قولوا شوف ماك اخويا اش باغي؟ ها؟ بتزيد معايا في الهضره؟ لا ما تزيدش معاك في الهضره. دي تخرج خرج خرج الله يرحمك بعد ملي إذا ما عجبكش خرج 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 خرج، ولا غادي نسكورتك دي مراكي تشملا. فهمتي كيفاش القضية؟ القضية دابا هانتايا دابا دابا صافي دابا الجزائر دابا كاع السفارة ديالهم غادي تجري عليهم، تجيبو أجو أجو فورا فورا باش يفوروا. باش فورا فورا باش يعملوا لهم يفوروا يفوروا طبعا داخلهم دابا هاي دابا جابوا السفير ديالهم من واشنطن، جابوا السفير ديالهم من بروكسل، لان قالوا علاش تخليو ديروا المظاهره المغاربه ديال المظاهره، ولا كاسمو هذاك اسمو الزروالي ديرها اعتبالكم فهمتي مزيان داكشي السر ديال المهم. هذوك هذوك القحاب هذوك هذوك الصحراء هذوك هو القحاب هذوك هذوك مواتهم اللي في الصحراء كانوا تيحنكحوهم العساكر الجزائريين، والجزائريين وحدت معاهم عطاتهم لك الباس دار لهم باسبور ديال الريفيجي، راهم غادي يتسارو في اسبانيا وفرنسا. ريفيجي ما ريفيجي لا والو، ما كاين ريفيجي. هادي الستيتس حيدوا لهم، خصها الدول الاوروبيه حيدوا لهم هاد الستيتس ديال الريفيجي، قول لهم كاين عندكم الدوله هي المغرب، ولا ما بغيتوش سيروا عند الجزائر، الجزائر تحمي عليكم وسيروا تابع عليكم لا شوا، ما بقيتوش ريفيجي، اما دخلوا المغرب ولا دخلوا الجزائر. وشو دير المهم يغبروا يغبروا والله يغبروا يغبروا. فهمتي كيفاش قال لي؟ احنا ما عندنا مشكل، انا ما عندي مشكل، انا في باري وباري في داري، وانتوما الصحراء في بلاد في المغرب والمغرب في صحرائي، ما كاين حتى مشكل. والجزائر مالها؟ ها مالها؟ ودابا هادي واش اش دخلك؟ واش انت شوي ديال خدناك شي حاجه؟ انت من بعد من الصحراء غندورو لكم انتوما، نديرو الصحراء بارتو، الصحراء الشرقية، لا ماشي الشرقية هذيك صاحبتي، لا مات مسكين الله يرحمها،
لا هذيك لا الشرقية لكن لوري ولكن لوري ماشي لوري لوري هذيك هذيك هي هذيك نديرو حنا بقى ديما حنا بقى في المغرب حنا ديما حنا مضاربين على الصحراء الصحراء الغربية المغربية الشرقاوية هذا هذا وهذا ومن بعد نهودو تاني حتى لسيناء مع إسرائيل ندخلو نعاونو نمشيو نعاونو إسرائيل اليهود المغاربة تاني الصحراء هذيك الصحراء الإسرائيلية على الأولى. Oh, wait a minute.